هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس ماوريسيو كوبرتينو مدرب بالميراس الحالي والمدير الفني السابق لمنتخب البرازيل للشباب. نتكلم معاه على اجواء البطوله. طبعا بدايه ارحب بيك على شاشه الاهلي في السادسه، وبدايه اعرف كمان منك اول سؤال، هل كنت مع او ضد اقامه البطوله او الغائها؟ سعيد، أنا سعيد بوجودي مع النادي الأهلي على قناة النادي الأهلي. سعيد لوجودي على قناة النادي الأهلي وللتحدث عن كوبا أمريكا المقامة في البرازيل. كنت مع أصوات تعترض على إقامة البطولة في التوقيت ده، طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا، بعض لاعبي البرازيل ونجومه طلبوا بمقاطعة البطولة. هل كنت مع وجهة النظر اللي بتعيد إقامتها أو مقاطعتها؟ أنا كنت أتمنى إقامتهم في الدول المفترض أن يقام فيها من قبل، ولكن للأجواء الموجودة تم نقلها إلى البرازيل، وأتمنى أن تستمر البطولة، وهذا توقيت جيد لإقامتها، وليس لدي أي مانع في إقامتها في هذا التوقيت. تعودنا الحقيقة دايما أنه أي بطولة بيشارك فيها منتخب برازيلي بيكون هو المرشح أول للتتويج، هل بترى أنه نفس النظرة دي أو نفس المنطق ده ينطبق على النسخة الجديدة من كوبا أمريكا؟ منتخب البرازيل في هذه المرحلة يمر بفترة متميزة مع مدربه الموجود حاليا. مدرب البرازيل ومنتخب البرازيل في أفضل حالاتهم، وأتوقع أن يقدم مباريات عالية المستوى. في بعض الأصوات أو وجهات النظر بتقول أو بتربط دايما بين قوة المنتخب البرازيلي والحالة اللي عليها نيمار، وبيروا أنه أو بيختزلوا قوة المنتخب البرازيلي أو نص حمولة المنتخب البرازيلي في قدرات نيمار، فإذا كان نيمار في أفضل حالاته بيكون المنتخب البرازيلي في أفضل حالاته والعكس الصحيح، مع أو ضد برضو نفس وجهة النظر دي؟ أنا مقتنع تماما أن منتخب البرازيل يمر بأفضل حالاته مع المدرب الحالي، وجميع اللاعبين وليس باستثناء نيمار يمرون بحالة جيدة ومتميزة، وبالتأكيد نيمار إضافة كبيرة. عندما نيمار يلعب بشكل جيد هذا ينعكس على منتخب البرازيل بشكل عام، ولكن نيمار يلعب مع لاعبين متميزين وعلى مستوى عالي، ويتمنى أن يكون اللاعبين المتميزين في البطولة من البرازيل أو منتخب البرازيل، لأن هذا حقهم الطبيعي وهم في أفضل حالاتهم. ازاي بتشوف فوز البرازيل على فنزويلا بنتيجه 3-0؟ هل ده مقياس على قوه المنتخب البرازيلي من وجهه نظرك؟ هل دليل على قدرته على المنافسه بالبطوله، ولا بترى انه المنتخب الفنزويلي منتخب متواضع نوعا ما ومش مقياس نقدر نقيس عليه مستوى منتخب البرازيل؟ مباراتنا ضد فنزويلا كانت صعبة ولم تكن سهلة، كانت أطول الأوقات في المباراة الكرة لصالحنا، ولكن لنتحدث بشكل واضح أن البرازيل لديه لاعبين مستويات متميزة ويلعبون بشكل جيد، والتخطيط العام للبطولة في البرازيل في أفضل وضعية، ولذلك يقول أن أو أقول أن اللاعبين جميعا
على مستوى المسؤولية ويمكنهم تقديم أعلى المستويات، وهذا ليس بغريب على البرازيل. غير البرازيل والأرجنتين، هل بتشوف مع المنتخبين دول أسماء تانية، أسماء منتخبات تانية مرشحة بالجيل الحالي ليها أنها تنافس على بطولة كوبا أمريكا؟ منتخب الأرجنتين قوة منتخب قوي ويمتلك من اللاعبين لاعبين متميزين ويمكنهم صنع الفارق في أي لحظة مثل ميسي ودي ماريا وآخرين، ولكن ويتمنى أن يؤدوا أيضا مباريات قوية ومتميزة، والبرازيل هم أيضا على نفس المستوى. مين النجوم اللي تتوقع انه بريقهم يزداد او يعني تقدمهم البطوله دي للعالم، واحنا عارفين دايما ان كوبا امريكا لازم في كل نسخه منها بتفرز او بتطلع نجوم جداد؟ سؤال مهم جدا، وهذه البطوله تفرز لاعبين متميزين. الأرجنتين عندهم لاعب متميز في وسط الدفاع، وهناك لاعبين آخرين وعندهم الإمكانية للظهور بمستوى طيب في هذه البطولة، وأيضا منتخب أوروغواي لديهم من اللاعبين المتميزين ممكن أن يظهروا في هذه البطولة بشكل جيد، وهذا ينعكس عليهم أثناء البطولة، وفي نهاية البطولة يظهر العديد من الأسماء الجديدة. والمنتخبات في أمريكا اللاتينية لديها من اللاعبين الكسر المتميزين. ماوريتسيو كوبرتينو، مدرب بالميراس الحالي والمدير الفني السابق لمنتخب شباب البرازيل، بشكرك شكرا جزيلا. العالم كله يعشق الكرة البرازيلية ونجوم البرازيل على مدار التاريخ مهما كان الجيل، والحقيقة يمكن واحد من أكثر المنتخبات متعة، بيقدم كرة ممتعة على مستوى العالم. كل التوفيق للبرازيل.